أهلا بكم إلى نشرة مفصلة للأنباء، نستهلها بالعناوين. القضاء التونسي يصدر بطاقة إيداع بحق الغنوشي، ووزارة الخارجية تحذر من التدخلات في الشؤون الداخلية للبلاد عبر التعليق على توقيفه. استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، ومستشار حميدتي يشبه اشتباكات قوات الدعم مع الجيش بالحرب الإسرائيلية ضد حزب الله وحماس. اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر شنها حملة اقتحامات واسعة في مناطق عديدة بالضفة الغربية. ميغيل دياز كانيل رئيسا لكوبا لولاية ثانية بعد حصوله على أكثر من 97% من أصوات البرلمان. أهلا بكم. أكدت محامية رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي أن حاكم التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس قرر إصدار بطاقة إيداع بحقه، وأضافت في منشور لها على فيسبوك أن عملية التوقيف جرت بعد جلسة تحقيق دامت أكثر من 9 ساعات بين استنطاق ومرافعات. وذكر منشور على حساب الغنوشي في تويتر أن قاضي التحقيق اتخذ قرارا بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام. هذا ودعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس القوى الحية في البلاد إلى الوقوف صفا واحدا ضد ما وصفته بالانقلاب في سبيل إنقاذ الدولة، وأشارت إلى أن الصمت عن قمع السلطة واستهدافها للحقوق والحريات لن يزيدها إلا إمعانا في التعسف، ورأت أن الانتهاكات المسجلة تنسف مقومات العيش المشترك بين التونسيين وفق البيان. هذا واعتبرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن التصريحات الخارجية بشأن توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تدخل مرفوض في الشأن الداخلي للبلاد. البيان أكد أن قوانين البلاد سارية على جميع المتقاضين على حد سواء ومن دون تمييز، مع توفير الضمانات اللازمة كافة، وأن العدالة تمارس برصانة من دون تأثر بموجة التعليقات غير المقبولة. على الرغم من إعلان طرفي الصراع عن هدنة جديدة في البلاد، تستمر المعارك بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في يومها السادس، ولا سيما داخل العاصمة الخرطوم. المستشار السياسي لقائد قوات الدعم يوسف عزت قال خلال مقابلة له مع قناة إسرائيلية إن هذه القوات تخوض حربا ضد من سماهم الإسلاميين المتطرفين، كما تواجه إسرائيل حزب الله وحماس وفق تعبيره. أصلاً الحرب اتخذ غرارها من التنظيم الإسلامي واستخدم عناصر داخل الجيش ووافق برهان على الخطة، وبدأت الحرب بالتخلص من الدعم السريع أولاً، ثم التخلص من الاتفاق السياسي بين القوى المدنية، الانفراد بالحكم وإعادة الإسلاميين إلى السلطة. نحن نواجه قوة منظمة، قوة إيديولوجية، قوة لديها سند خارجي من عناصر إسلامية متطرفة. هذه هي الحرب، وهذه هي الحرب التي يجب أن يفهمها العالم. نفس ما تواجهه إسرائيل من حماس، من حزب الله، من كل المتطرفين، هؤلاء هم نفسهم الآن تحت غطاء الحرب بين الدعم السريع والجيش، تحت غطاء الجيش يمارسون كافة أشكال العنف. رئيس حملة سودان المستقبل عادل عبد العاطي أكد أن لدى تل أبيب علاقات في السودان مع كل الأطراف العسكريين، لكنها تميز قوات الدعم السريع ورئيسها. وخلال مقابلة مع الميادين وصف عبد العاطي تشبيه مستشار رئيس الدعم السريع ما يجري في السودان بما تواجهه إسرائيل مع حماس وحزب الله بغير المسؤول. لا أقبل بهذا الكلام غير المسؤول، لأن حماس تدافع عن نفسها وتدافع عن في واقع احتلال وترفض دولة الاحتلال. نفس الشيء يمكن ان يقال عن حزب الله في لبنان، ودافع عن لبنان والاراضي المحتله في لبنان وغيره وغيره، بغض النظر عن راينا في الخطاب الايديولوجي له. فهنا اختلاف جوهري في القضيتين لا يمكن وصفه، ولكن هو يريد ان يلعب على العواطف الاسرائيليه، ويريد ان يلعب على المخاوف الاسرائيليه، ويريد ان يقنع الاسرائيليين انه يقف معهم في نفس الخط لتقديم ربما المساعدات السياسيه والعسكريه التي يطلبها.
أفاد مراسل الميادين في القاهرة بوصول دفعة أولى من الجنود المصريين الذين كانوا محتجزين في السودان. الجيش السوداني قال أن 177 من الطواقم الفنية للقوات الجوية المصرية كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع تم إجلاؤهم على متن 4 طائرات عسكرية مصرية إلى بلادهم. توقع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن يدخل اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان حيز التنفيذ اليوم. وقال أن بلاده تتواصل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وخلال خطاب له في أنطاليا أضاف تشاوش أوغلو أن أنقرة ليست طرفا في النزاع الدائري بالسودان. وأشار إلى عزمها على إجلاء رعاياها من هناك بعد فتح المجال الجوي في البلاد. هذا وسجلت حركة نزوح كثيف من العاصمة السودانية الخرطوم في ظل تأكيد النازحين حجم المعاناة من جراء المعارك المتواصلة. في أكل ما في، البغالات فارية، الظروف ما بتتحمل عندي صراحة. في ناس سالين ماشيين والله مسافرين على الناس ده طلعونا فاروا أي زول أي مواطن. البلد ده ما بلد قواتي. وبالعودة إلى تونس ينضم إلينا مراسل الميادين مراد دلنسي. أهلا ومرحبا بك. إذا مراد، القضاء التونسي يصدر بطاقة إيداع بحق الغنوشي، ماذا في التفاصيل؟ نعم صباح الخير. بالفعل منذ الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي، 4:30 بالتوقيت العالمي، وبعد ساعات من الاستماع إلى راشد الغنوشي ومن دفعات المحامين، محامي راشد الغنوشي أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بطاقة إيداع بالسجن ضد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، على خلفية تصريحات اعتبر أن فيها مس بالأمن العام والدعوة للاقتتال وفق المجلة الجزائية التونسية التي في فصولها 68 و72 فيها تهم أو بعض الجرائم التي تتحدث عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا. هذه هي التهم الموجهة إلى راشد الغنوشي على خلفية تصريحات في مقر جبهة الخلاص منذ أيام، قال فيها أن تونس بدون إسلام سياسي وبدون نهضة وبدون يسار وبدون بقية المكونات هي مشروع حرب أهلية. هذه التصريحات اعتبر أن فيها مسا بالأمن الداخلي للبلاد. إلى حد الآن ردود الأفعال جاءت من محامي راشد الغنوشي ومن بعض منتسبي أو قيادات حركة النهضة الذين تحدثوا عن بطلان الإجراءات في المحكمة، ومن بين هذه الإجراءات أن هناك وسائل الإثبات، حيث أن وسائل الإثبات الموجودة في محاضر البحث، ونتحدث هنا عن تصريحات الغنوشي مختلفة عن التسجيلات الموجودة والتصريحات التي قالها الغنوشي، والقضاء رفض التثبت في هذه الاختلافات بين ما هو مدون في المحاضر وبين التصريحات التي قالها الغنوشي. ولكن قيادات حركة النهضة حسب ردود أفعالهم منذ في اللحظات الأخيرة، يعني هم يتحدثون عن استهداف سياسي لراشد الغنوشي واستهداف لحركة النهضة وغيرها من هذه الاتهامات للسلطة. الخارجية التونسية كانت قد رفضت تصريحات ومواقف دولية بخصوص هذه التطورات القضائية، كانت هناك مواقف أوروبية وأمريكية بالخصوص، وأيضا تركيا. الخارجية التونسية اعتبرت أن هذه التصريحات الدولية غير مسؤولة وأكدت توفر كل الضمانات القضائية، واعتبرت الخارجية التونسية أن هذه التصريحات تعتبر تدخل في الشأن الداخلي. بطبيعة الحال الآن راشد الغنوشي سيواجه كل هذه التهم بعد أصدار بطاقة إيداع بالسجن. مراسل الميادين مراد الدلنسي حدثنا من العاصمة التونسية، كل الشكر لك.
إلى فلسطين المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة طالت العديد من قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة. واندلعت على إثر هذه الاقتحامات اشتباكات عنيفة في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، حيث عملت قوات الاحتلال على إطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما دفع المقاومين إلى التصدي لها بإطلاق الرصاص على نحو كثيف باتجاه عناصر الاحتلال. كذلك حطمت قوات الاحتلال مركبتين خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طول كرم قبل أن تندلع الاشتباكات في المخيم. أكدت زوجة الأسير الفلسطيني خضر عدنان للميادين نقل زوجها إلى مكان مجهول بعد التدهور الحاد في وضعه الصحي وسط قلق شديد على حياته. في المقابل ادعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضع الصحي للأسير عدنان، وهو المستمر في إضرابه عن الطعام منذ 75 يوما. وكانت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينيين قد أطلقت نداء عاجلا إلى كل المنظمات الدولية والإنسانية من أجل التحرك لإنقاذ حياة الأسير عدنان، وأكدت أنه قد يفقد حياته في أي لحظة. إلى ذلك حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من صعوبة الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة القابع في قسم العناية المكثفة. محامي الهيئة كريم عجوة أشار إلى أن الأسير دقة استفاق أخيرا من غيبوبته بعد أن كان خلال الفترة الماضية تحت أجهزة التنفس والتخدير، لكنه ما زال يعاني صعوبة في الكلام إضافة إلى فقدانه الكثير من وزنه. المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين في غزة منتصر الناعوق حذر من اتباع الاحتلال الإسرائيلي سياسات ترفع احتمالات الإصابة بمرض السرطان لدى الأسرى، مشيرا إلى أو في حديث إلى الميادين إلى أن هناك 24 أسيرا يعانون هذا المرض العضال. السرطان في حالة تصاعد كبير بين الأسرى داخل السجون بسبب رئيسي أول هو أجهزة التشويش المسرطنة التي تزرع ويزرعها الاحتلال قرب غرف وأقسام الأسرى، أجهزة التفتيش التي تعمل بأنظمة وإشعاعات تسبب السرطان بشكل مباشر، تسبيب السرطان، أسباب السرطان وزرع السرطان يقابله إهمال طبي متعمد، ما يعني أن ما يحدث للأسرى المرضى الذين يقارب عددهم على حوالي 700 أسير مريض منهم 24 أسير مصابون بمرض السرطان هو سياسة ممنهجة، هو خطة مدروسة لقتل وتصفية الأسرى. كشف موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاول طمأنة وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف جالانت بشأن اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوات مشددة تضمن منع أي تسريب لمعلومات سرية في المستقبل. الموقع أكد أن وثائق البنتاغون السرية جدا التي جرى تسريبها تضمنت تفاصيل حساسة عن المنشورات الأمنية لإسرائيل والولايات المتحدة، ورأى أنه قد يكون لهذا التسريب تأثير على التعاون الاستخباري بين تل أبيب وواشنطن بسبب الخشية الإسرائيلية من كشف معلومات تنقلها إلى الولايات المتحدة. النشرة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. من جديد أهلا بكم. انتخب البرلمان الكوبي ميغال دياز كانيل رئيسا لكوبا لولاية دستورية ثانية، وحصل كانيل على 459 صوتا، ما يمثل أكثر من 97% من أصوات مجلس النواب، ليصبح رئيسا لولاية جديدة من 5 سنوات، فيما سيكون سلفادور فالديز ميسا نائبا له. هذا وانتخب النائب أو انتخب النائب الكوبي استيبان لاسو هرنانديز رئيسا للجمعية الوطنية للسلطة الشعبية الكوبية، كما انتخب بقية أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الذين بدورهم انتخبوا أعضاء مجلس الدولة. في المستقبل القريب يجب أن نركز على إنتاج الغذاء واستخدام الطاقات الإنتاجية العاطلة من العمل وزيادة عائدات العمولات الأجنبية، إضافة إلى كفاءة عملية الاستثمار وتكامل الفاعلين الاقتصاديين ومشاركة الاستثمار الأجنبي، كل هذا من أجل زيادة عرض السلع والخدمات والسيطرة على التضخم.
ويستقبل كانال اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي وصل كوبا في زيارة رسمية في إطار جولته في أمريكا اللاتينية. لافروف كان بحث مع رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ملف التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، وشدد بعد اللقاء على أهمية العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأشار إلى أن أنشطة المنظمات الإقليمية مثل مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ونظام التكامل لأمريكا الوسطى تساعد على ضمان أن تصبح أمريكا اللاتينية مركزا فعالا ومؤثرا في النظام العالمي الناشئ. نحن ممتنون جدا لنيكاراغوا وأصدقائها للمساعدة النشطة، كما نرحب بتعزيز العلاقات بين الاتحاد الروسي والمنطقة من خلال مجموعات التكامل مثل مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ونظام التكامل لأمريكا الوسطى. تساعد أنشطة هذه المنظمات على ضمان أن تصبح أمريكا اللاتينية كما تستحق مركزا فعالا ومؤثرا للنظام العالمي الناشئ المتعدد الأقطاب. يحاول الغرب ترسيخ هيمنته ليحكم كل فرد في العالم، ويمكننا أن نرى هذا في كل ما يحدث حول أوكرانيا وفي تأكيدات الناتو لدوره كضامن للأمن العالمي بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومناطق أخرى من العالم. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المساعدات العسكرية التي خصصتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الخاصة بلغت 35 مليار و400 مليون دولار. إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض إلى وزير خارجيته أنتوني بلينكن تقديم مساعدات أمنية لكييف من مخزونات وزارة الدفاع بقيمة تصل إلى 325 مليون دولار، تتضمن ذخيرة لمنظومة هيمارس إضافة إلى أنظمة مضادة للدروع وأسلحة صغيرة ومركبات دعم لوجستي. وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف قد أعلن تسلم بلاده أول أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت، وقال إن من شأن ذلك أن يجعل الأجواء الأوكرانية أكثر أمانا، وأضاف في تغريدة أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أتقنت استخدام هذه الأنظمة في أسرع ما يمكن، وشكر لنظرائه في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وفاءهم بعهودهم تجاه كييف. نشرت وزارة الدفاع الأمريكية لقطات لما وصفته بنمط سلوك غير مهني لسلاح الجو الروسي فوق سوريا، وشملت اللقطات حادثتين، الأولى وقعت في الثاني من الشهر الحالي عندما اعترضت طائرة روسية من طراز سو 35 طائرة أمريكية من طراز F-16، وأظهرت اللقطات الحادثة الثانية التي وقعت في 18 من الشهر الحالي حيث قامت بالمناورة على مسافة 2000 قدم من طائرات أمريكية حاولت اعتراضها على مقربة من إحدى القواعد الأمريكية. من المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الأسبوع المقبل. وفي هذا السياق قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إن موسكو لا ترى تقدما من شأنه أن يؤكد لها تنفيذ المبادرة. المحادثة حول هذه المسألة ضرورية لأننا نقترب من الموعد النهائي الذي حددناه ليوم 18 من أيار مايو. كما قلنا مرات عديدة لا نرى تقدما من شأنه أن يؤكد لنا تنفيذ المبادرة على كلا المسارين، مبادرة الحبوب لأوكرانيا ومذكرة التفاهم مع روسيا والأمم المتحدة التي تنص على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وهو أمر لم ينفذ رغم كل الجهود التي يبذلها الأمين العام. بالطبع هذه المحادثة وهذا الحوار سيجريان عندما يلتقي لافروف مع الأمين العام. روسيا لا تتهرب من أي اجتماعات مع الولايات المتحدة، وإذا كانت هناك رغبة من جانب واشنطن فلن نهرب من مثل هذا الاجتماع. قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين إن مكانة الدولار قوية في الاقتصاد العالمي مع وجود عدد من التبعيات وتعزيزها من قبل واشنطن بأنواع أخرى من التبعيات وشبكة من العلاقات في المجال العسكري السياسي والاقتصادي، إلا أن لكل عملة مهيمنة أجلا في حياتها وفق تعبيره.
بانكن أعلن أن عملية نزع الدولارات انطلقت، وأكد أن الهيمنة التي تتمتع بها هذه العملة في طريقها إلى الزوال عاجلا أو آجلا، ووصف العملية بالنزعة والأمر الرائج، وقال أن العديد من الدول أصبح أقوى وأقسى ويمتلك ثقة أكبر بعملاته، وهو ما قد يؤدي إلى اختفاء الدولار. في سوريا أطلقت الإدارة الذاتية الكردية مبادرة للحل السلمي للأزمة السورية، تدعو فيها الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع الحل، مؤكدة ضرورة توزيع الثروات على نحو عادل بين المناطق. تقرير محمد الخضر. قد لا تكون مبادرة الإدارة الذاتية الكردية للحل السياسي في سوريا الأولى التي تقدمها للتحاور مع دمشق، لكنها بالتأكيد الأكثر شمولا بما تضمنته من رفض لأي حل إلا في إطار وحدة البلاد ووجوب توزيع الموارد الاقتصادية على نحو عادل بين المناطق السورية والاستعداد لاستقبال المهاجرين السوريين في مناطق الإدارة. إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نؤكد على وحدة الأراضي السورية، ونؤمن بأنه لا يمكن حل المشاكل التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة البلاد. نؤكد على أن الثروات والموارد الاقتصادية الحالية يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المناطق السورية. المبادرة المكونة من 9 نقاط تتخذ أهمية مضاعفة في توقيت تتسارع فيه وتيرة عودة العرب إلى سوريا، ويتصاعد استهداف القواعد الأمريكية شرق الفرات بالنار. تراقب دمشق تبدلات المشهد مع ملاحظات أولية تتعلق بتغييب ملف القواعد الأمريكية من المبادرة الكردية. أنا أجد فيه بعض الإيجابيات، لكن أيضا علينا ألا نغفل ما فيه من حشو وتجاهل تمام للمؤامرة التي أحيطت بسوريا، وخاصة التواجد الأمريكي. يعني أنا كنت أتمنى أن يكون هذا البيان فيه جديد. المبادرة تضمنت أيضا الدعوة إلى الاعتراف بحقوق المكونات الإثنية والدينية للمجتمع السوري، ومطالبة الدولة التركية بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، والدول العربية والأمم المتحدة بأداء دور إيجابي في إنهاء الصراع. نظريا قاربت مبادرة الإدارة الذاتية عناوين وطنية كبيرة باتجاه البحث عن حل سياسي، لكن تجارب دمشق في الحوارات السابقة مع ممثلي الإدارة تفرض التأني بانتظار معرفة جدية القوى الكردية وقدرتها على الانفكاك من إملاءات المبعوثين الأمريكيين وضغط قواعدهم العسكرية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدول الراغبة في إخضاع بلاده ومن بينها الولايات المتحدة وأوروبا تصطف إلى جانب رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، وأضاف أنه سيكون في ورقة الاقتراع طرف يمارس سياسة الخدمات والمشاريع وطرف آخر يمارس سياسة الهدم والخلاف. أتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو المعارضة التركية بمحاولة جر البلاد إلى الحرب، وأكد أن بلاده تنتهج سياسة متوازنة بشأن الأزمة الأوكرانية، وأشار إلى أنه ينبغي أن لا تدعم أنقرة طرفا محددا في النزاع. دعت رئيسة الحزب الجيد التركي ميرال أكشنار الناخبين إلى منح حزبها أصواتهم لتغيير ما وصفته بالنظام الفاسد، وأضافت أكشنار أنها تريد أن تصبح رئيسة وزراء من دون الخوض في مساومات مع أحد، وقالت لا مكان لحزب العمال الكردستاني ولا لمن ينفي عنه صفة الإرهاب بحسب تعبيرها. لمزيد من الأخبار وتقارير تفضل بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.